اهلا بحضراتكم من جديد. اشمعنا الاهلي يا بيراميدز؟ عايز ايه بالظبط؟ بيراميدز نادي استثماري، تجربه مهمه جدا، الناس رحبت بيها، الناس قالت ان في فكر استثماري جيد جدا، بس من اول يوم وانتم شايفين العلاقه مع النادي الاهلي ماشيه ازاي؟ شايفين استهداف لاعيبه النادي الاهلي ماشي ازاي؟ هل حد قرا فيكم خبر والناس كلها بتتكلم على انه بن شرقي احسن محترف اجنبي، لكن المفاوضات تبقى مع علي معلول؟ جنش والونش ومحمود علاء، مصطفى محمد احسن فيرود في مصر، ما تسمعوش عن مفاوضات معاه، لكن تسمعوا حتى لعيبه النادي الاهلي المعارف في اماكن اخرى. انا ما بقولهمش روحوا فاوضوا لعيبه الزمالك، لكن انا بتكلم على المعيار. ليه هذا الاستهداف؟ ليه دايما وابدا في رغبه في ان انت تستهدف لعيبه النادي الاهلي؟ مش هنعد مين راح والطرق اللي راحوا بيها، وكلها طرق مش سليمه ومش صحيحه ومش ملتويه على الاقل. بس لما يكون عندك لاعب زي ناصر ماهر معار لسموحه، وبعد ما يخلص تكتشف انه بيراميدز كان بيلعب في دماغه من بدري. ليه؟ نسمع ناصر. بيراميدز اللي هو بيحاول انه بينافس اهلي وزمالك على الالقاب كان مهتم جدا باسم ناصر ماهر، صح؟ تواصلوا معاك انت بشكل شخصي؟ تواصلوا معايا ناصر ماهر لحد النهارده طبقا لمعلوماتي في دماغ بيراميدز، عايزينه، ما جاش السنه اللي فاتت، عايزينه السنه اللي جايه، عايزينه اللي بعدها، ناصر ماهر محطوط في حساباتنا. ده كلام ناس في بيراميدز انا عارفه، يعني انت عارفه انت كمان؟ عارفه. ايه رايك؟ انا بالنسبه لي نادي بيراميدز نادي محترم، ولكن انا بالنسبه لي الاهلي هو رقم واحد. النادي الاهلي زي ما بقول لك ده بيتي، ده اللي انا اتربيت فيه، ده اللي انا عشت فيه اكتر ما عشت مع اهلي. اكتر ما عشت بقى مع امي ومع ابويا ومع اخواتي ومع اصحابي، كل ده انا موجود في النادي الاهلي. انا كنت موجود في استراحه الناشئين النادي الاهلي، فانا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيتنا، فانا اختياري دايما هيبقى النادي الاهلي. والمنافسه مع عبد الله سعيد ممكن تبقى اصعب من المنافسه مع قفشه وصالح جمعه، ممكن ده يكون ضمن اسباب انك عايز الاهلي مش بيراميدز؟ لا خالص، بس الاهلي دايما انت في وقت كده انا محتاج احقق فيه حاجه، وهي البطولات. البطولات هتاخدها في النادي الاهلي. بيراميدز يعني مش عايز، ما ينفعش اقلل من نادي ظهر بصوره كويسه، ولكن النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. انت عايز تبقى فين؟ التفاوض حق مشروع، بس هل وانت بتلعب في راس ناصر ماهر رجعت للنادي اللي بيملك عاده؟ هل مشيت بشكل احترافي صحيح، ولا كلها عمليات تخريب وعمليات استهداف؟ انا بقول لك ما بيتقالش خبر ان انت مهتم باي لعيب من نادي اخر، فقط الاستهداف للعيبه النادي الاهلي بهذا الشكل واللعيبه اللي بتقول. طب ناصر ماهر قال